ايه اذا حضره الشياطين زارت الملائكه ولا ايه؟ لامار عمر لامار على فين يا حبيبي؟ لامار استني بس جراي انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمه؟ بس ايه ده؟ مش دي البنت اللي انت كنت بايت عندها؟ الله يخرب بيتك يا عمي. لامار لامار بص يا حبيبي معلش رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه؟ بقول لك دي فاهمه غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا تعالي. تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر؟ ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاري تعمل كده فيا. فيا يا بنت انت؟ في ايه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السقعية اللي انت فيها؟ سقعية ايه بس يعني؟ مش يا عمر. بس ايه يعني؟ حلوة يعني. فمك واطلع من غير ولا كلمة. ماشي ماشي. يا ستي حل عندي بقى. حسبي الله ولا ايه يا حبيبي انت بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو؟ لا بصراحة ما يرضينيش. في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس ما عندهمش نظر. انت ما تقول أي حاجة من كلامك الحلو ده. حلو. هو في أحلى من كده. ما يسيب لكم الأوضة تريحوا فيها حبة. عايز افهم مالك بقيت عصبي قوي كده ليه يا بنت الناس؟ سيبيني في حالي سيبيني في حالي. ما انا سايباك في حالك غير لما اعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل ايه. وانت مالك شايف يا عمو بيشخط فيا ازاي؟ جرى ايه يا عمر؟ جرى ايه يا اخي؟ بالراحه عليها دي برضه حنينه وما تستاهلش. والله يا عمو ده عسل. انت العسل في فيسبوك ما تعملي لي اد. ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين. اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت يلا يا بنت من الاتوبيس ده انزلي. يلا انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر انا ماشيه بس خليك فاكرها. سلام سلام. روح وصلها يا خاله. ارحمني بقى ارحمني بقى. خالك وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني. ده وقته ده وقته ده وقته. عمك عمك ارحمني انت. قادر ارحمني؟ قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائر وجت في وقت مش وقتها خالص وعوزت للدنيا مع لمار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه. رست ايه بس؟ هلا هتعملوا معايا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانيه. الاولانيه لمار. رمار لا تستاهل. رمار دي تستاهل. لمار لمار بس خلاص يا توريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس اللي عملته البت الاولانيه. الاولانيه رمار لا اللي عملته التانيه مجنونه اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانيه تلف حوالين نفسها. اسالنا انا ازاي يا عم رشدي يا باظم؟ اقول لك ازاي. البت اللي بدخلت عليها بالشعنانه بتاعتها التانيه كلت في نفسها وفي قلبها طلعت كل اللي جواها. حست انها انكشفت. هوب جريت. انت قصدك انها غارت؟ ايوه خد من عمك. انا خبرة. وقفي. اديني وقفت يا متعب. قولي بقى عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ تبقى تهربي مني وسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح ما صار لي شيء. بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراه ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش انت يا لمار؟ ايوه انا يا متعب. ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبقى انت جبت اخرها يا بنت عمي. هو انا ليه يا بنت حاسس اني صيدت كده وفشلت كالعاده؟ يا اخويا راح اجازه عقبال يا رب ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا.
طب بقول لك ايه يا بريزه اختي؟ قلبك ده اكلنا وشربنا اختي بطلي نقك ده، ريحي حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. رايح انت يا اخويا وخف ويلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا ثواني، المكنه دي مش نصفاني يا بطول، لازم اجيب عربيه بدلها. بس كفايه كده النهارده عليك. عيبتي ها؟ اتقطع. معلش بس بتحتسني. ثواني هغير ونتحرك بسرعة بقى عشان ازهق. اوكي. على فكرة الحاجات دي هنا ممنوعة وفيها غرامة كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا، ما هو هنا أي حاجة مضرة بالصحة ممنوعة. بسيطة، نشربها بره. وأنا لما عرفت إن سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري، اكتشفت فجأة إن أنا عضو في النادي ده، فقلت أتمشى مع سعادتك وهو بالمرة برضو نتكلم براحتنا. أنا عايز أعرف يا دكتور، أنت بتلف وتدور حوالين إيه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه وتشكرت لك، في إيه تاني؟ يا ريس، الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني إيه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمة زمان دلوقتي بقى له قيمة. يعني إيه بقى؟ يعني الحكاية كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر إنها برأته وإنها قالت إنه كان بايت عندها، ده موضوع تاني. ده خبر كذب وأنا لا. سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك إنك تقنع الناس إنه مجرد كذبة من خصومك. إنما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس، الناس هتعرف إنه حقيقة مش كذبة، وهيعرفوا إن بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذة. ده ابتزازه أنا أرفضه. مش من حقك في الوضع اللي إحنا فيه ده، اللي من حقه يقبل أو ما يقبلش أنا يا ريس مش أنت. يعني إيه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني أقبل، ما عجبنيش ما أقبلش. وطلباتك إيه؟ أهو كده الكلام. أنا أقول لسعادتك طلباتي بقى. إيه ده، مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ أنت تعرفين؟ بقولك أنا افتكرت مشوار مهم جدا لازم أروحه. ماشي؟ يا بنتي مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين بعدين. معقول أول ما تشوفيني تجري كده؟ ده شفتني إزاي؟ بقلبي. وانتي ما تعرفيش إن اللي بيحب ده بيشوف إن شاء الله بقى فاهم. يا سلام. طب عايز إيه دلوقتي؟ ما أوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف لو في جديد نشتري، ما فيش خلاص. لو صحيح قول لي، هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ أنت قصدك على ربيع رجاي؟ لا، ده واحد من ضمن الغلابة اللي أعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينوب ده من الحب جاي. أنا اللي أقول. ايوه، انا لو عايزه يبقى رئيس هيبقى رئيس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد، مش بسعت منك حبتين دي. ولا وسع. بقول لك ايه، احنا هنضيع الوقت في الكلام؟ ما انت يلا تعالي تفكري. يلا انا بجد مش قادره افهمك، انا عملت ايه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه اوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش اي قيمه. صفو، مفيش حاجه توجع الراجل قد ان يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقه، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوه تملى بيها كل حته فاضيه جوايا، وترجع لي الثقه في حاجات كنت خلاص قربت انساها. هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم اني اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض. بجد يا صفا؟ يعني هتقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في اي وقت احنا نختاره. ألف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميلة زي كده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسية الزيادة دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا، أنا زي الفل. يا تينا أنا عايزة أفهم أنت ليه مش بتتجوزي؟ أتجوز تاني؟ حرام عليك، كفاية مرة واحدة بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انتي لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف منيت منه واحده زيك.
شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعها شغل اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه فكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السودا؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه ليه؟ عايزه افهم. وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خليها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي ده. على الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مامي مين؟ مش عرفنا انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ يلا. انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره؟ يلا يا مامي. ماشي. يلا. ماشي. طيب طيب، ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي كوبل بقى. ده انا. مين؟ مساء الخير، انا شحمي ولحمي، وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرق نفسي. وانا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي؟ ده انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. اديك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضل 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 اتفضل. خليك حلو انت، انا حلو. ما تبصيش انا. اتفضل. تبقي اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحه. مش بعيد تعمليها يا ميار هاني، وبرده هتجوزها. انت بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا ميار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه؟ وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعملك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم ومؤامراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم، واحنا ولا احنا حاسين بحاجه. سيبك منها، ديت هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله تعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى، معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مرعوبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر عم بيهزر. اقعد. بهزر بهزر، اصل انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش، خلاص مش ينفع.
طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي ما معايا؟ انا عمال اقول لك بس حاجه حلوه. انا عمال اقول لك ادخل ادخل. يلا 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 حبيبي. حاجه حلوه؟ هتتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو. جميل جميل عمو. يلا 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 فين يا حبيبي؟ هنا. عمر مش عايزك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي ايه؟ لا دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. طب ماله، يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر لمرة عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا قبطان، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه؟ حاجه ايه؟ اني بحبك وعايز اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها؟ ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بالهداوه يا تينا، خلينا نسمعه. هداوه ايه بعد اللي سمعته منكم ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويامن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تامن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اهي يا اخويا انت مالك رشاها فاتحه على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربط من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغاليه. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه ياما، بس هو يعبر مين؟ صدقني انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضيه. سعاد مين؟ مش فاضيه. ربنا يكتر اشغالك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني اوراق كده اهوت، بس انا سايبه ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا اخويا ينوبك ثواب، اول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضيه هتعدي عليك، وتدي له الورق ده في ايده. امانه عليك يا سي صلاح، خدتك بعافيه. سي صلاح، البت سعاد مش فاضيه بتفهم ومسقفه قوي. انت فين يا بت؟ انا خلصت علبه السجاير كلها يا بت. الزبون طلع ايه خفيفه؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجاله سايبه بعيد عنك. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل. المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايز اسالك على حاجه. اسك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاك واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليه هيزوخ. سكند هام بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها قوة الدموخ كده ولفيتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بينا يا اخويا حسن يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه يا واد. الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده، مش عارف ماشي. يلا بينا. جاهزه؟ ها على الاقلاع. يلا يلا.
خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقة مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكوا عنده مشكلة تخلي عملية الإنجاب مستحيلة. مستحيلة؟ طبعا مفيش حاجة كبيرة على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود إمكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش أمل خالص؟ هو انتوا بقالكوا قد إيه متجوزين؟ بقالنا سنة وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكوا غير إنكوا تعملوا حقن مجهري. مفيش أي علاج تاني ينفع؟ أنا قلت لكم المفيد وأنتوا أحرار. والعملية دي تتكلف قد إيه يا دكتور؟ إحنا بس نتبع العملية الأول وإن شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفاية بقى، كفاية، أنا مش مستحمل. بقول لك أنا ممكن أبيع الذهب بتاعي كله. ذهب إيه بس؟ أنا مش ده اللي شاغلني خالص. أمال عمال تحسب إيه من بدري؟ عايز ياخد مني عينة في برطمان، تيجي إزاي دي؟ يا سلام، دي مصيبة، انت مش فاهمة اي حاجة. تعالوا تعالوا. ايوة كده، فكيها شوية، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفة ان الدكتور قالي ان انا مستحيل ان انا اخلف؟ ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوة. وطبعا قال لكم عملية حقن مجهري، وقال العملية دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونة. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي ايدي فيها الشفا. مين ده؟ يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ قولينا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف، هي مدارس، في دكاتره بتحب تلجا على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبه نجاح. انا من ابو 10%. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. احنا هنبدا بالعلاج، المنشطات هو المنشطة لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا. دكتور، هو لو عملية الحقن المجهري دي مضمونة احنا ممكن؟ انت عايزة تكلفي الراجل وخلاص، خليه يجيب لك هدية بالفلوس دي يا ست احسن. ايه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب ان شاء الله خير على اذنكم. يلا بقى سمعونا اخبار كويسة كده من الايام السودة اللي احنا عايشينها دي. احنا ان شاء الله هنعمل حاجة على الضيق كده في البيت، وشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره، ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجه حلوه على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. الف الف مبروك. بقولك يا دكتور. ها ايه بتقول؟ ايه كشف نفس الاسم في يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور، خلاص لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتعالج عندي وفهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش أخلاقه. الكشفين بنفس الاسم، اتفضلي حضرتك تأكدي بنفسك. إنك تعشى بجنون ده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام لحالي معاك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك، أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بحنون بجنون. بجنون يا حيوان، بجنون انك تعشى. شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزاله رايقه. ايه القرف ده؟ كتك 60 نيله فصلتني. لا مؤاخذه قبطان، انا قلت بس اشاركك اللحظه الجميله ديت. شاركني اللحظه ازاي؟ انا على اساس انك خطيبتي مثلا؟ احنا نطول يا دكتور،
ده طول انت كمان حمار ومش فاهم يد ما ينفعش يخرب بيت تحتك. لا مؤاخذه قبطان، اصل النهارده حوريه هبطت عليا من السما. حوريه؟ اه حوريه، ولطشت لي بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئه؟ وايه البقين اللي طشتهم لك الحوريه؟ قول. هي بصراحه اسمها انت كمان نسيت اسمها؟ اخلص يا ابني انا مش فضيله. بس سعاد مش فاضيه يا ابن الفاضيه، وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيله؟ وبصراحه قبطان قول يا صلاح، سايب المرسال ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه، وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل مراسيل ولسه الحلوه عيونه ما بيجيش. ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلوه عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصة للفنان هاني شاكر؟ إيهاب توفيق؟ اه إيهاب توفيق. مراسيل مراسيل قول لسه الحلو عيونه مش حاسة. مش حاسة. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، هنقعد نغني. يلا نسكافيه بتاعك يا استاذة. نسي يا فضل، انت على طول كده حاسس بيا؟ انا اهم حاجة عندي راحتك. الله الله، حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف، انا رايحة. وانتي بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سل. عارفه انا بفكر في حاجه، يعني بقول اروح لبابا وخلاص بقى احكي له على كل حاجه. مش لوحدي، رجلي على رجلك، هنسافر له سوا. عمر وحشتيني. ايوه كده، فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا جدا جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا ليكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكابالت مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر، احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه. وبعدين بقى مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر. خلاص يبقى احنا نروح لبكره. ماشي ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي، حياك الله. اجيب لك قهوه يا دكتور؟ لا قهوه ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. ماشي. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سلام، يلا حبيبتي يلا حبيبتي نركز في الشغل. يلا يا ماما. يلا يا ماما. مدام هلا، خمس دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا حسن. Thank you.
اخويا قفل البتاع ده، الصوت واصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقت تنزلي يا دكتورة؟ الصومات على الدكتور يا حنان. بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ من وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحتي. استني واحده يا فندم، بس الممرضه ده تاخد البيانات من حضرتك. اسمع حضرتك. ايه يا صلاح؟ انت ما عرفتنيش؟ انا لمار. يا خبر اسود. فندم؟ لا مفيش حاجة. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذة لمار، اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوة؟ طب حاجة ساقعة؟ طب أي حاجة؟ اتفضلي. ايه مالك؟ مالك مالك يا صلاح؟ أنت مخطوط كده ليه؟ لا مش مخطوط ولا حاجة، أصل المفاجأة بس. خمس دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير إيه؟ شكرا. حسن المدخول. حاضر حاضر. استر معانا يا رب، استر معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقتي خالص، مش طالباكي. انا عايزك تركزي مع اللي دخلت ديت، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال. فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استر معانا يا رب. خمس دقايق، ثانيه واحده. ابتزاز رخيص انا لا يمكن اقبله. يلا يا بت، يلا نمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره بره، بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحه. يا اخويا تف من بقك، فضيحة ايه كفل الشر؟ هو لو انا غرضي فضايح كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعة حضرتك. بس ايه بقى؟ الفضيحة هتبقى للركب. ركب يا بنت انت؟ ركب ايه وفضيحة ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا اسمك انت؟ الله. اسمي باريزة. هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزة تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انت؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش ولا قفلت الباب في وشك ولا جبت شويه عيالي يرموك في الشارع عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشره. عشره ايه يا حبابه انت؟ عشره ايه دي؟ ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا الف ليله وليله. الف عفريت اما يتهبب على دماغك انت. وعربيتي يا بنت؟ عربيتي فين يا بت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايله لي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ اه يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن. كلمت الوليه اللي كلمتك قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا ماشي، يا جدعه جدا بحيات امك، بحيات امك يا جدعه لسلمك البوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده. انت طلعت لي من اي ده يا بنت انت؟ طلعت لي من اي مصيبه؟ نعم. أنا آسفة يا دكتور، أصل الهنم مستناك من بدري. بدري إيه؟ مش شايفة معايا كشف؟ معلش يا عمر أنا آسفة، أنا اللي قلت لها تقولك. لمار. اللي قالك إنها مستاهلة أعمى واللي على